الحمد لله الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا فعابده يعز ويرقى وجاحده يذل ويشقى أحمده تعبدا ورقا وأشكره عملا ونطقا وأشهد أن لا إله إلا الله حقا حقا تبارك تقديرا وخلقا وجل تدبيرا ورزقا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أفضل الخلق خلقا وأحسنهم خلقا وأصدقهم نطقا صلى الله عليه هو الأخشى لربه والأتقى وعلى آله وصحابته الذين حازوا المكارم تقدما وسبقا والتابعين ومن نصر دين الله حقا أما بعد فيا إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن فتقوى الله هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم وأعظم من هذا وأجل قول ربنا عز وجل ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا معاشر المسلمين سلسلتنا المباركة في السيرة النبوية والأخلاق المصطفوية والشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية متواصل فبعد أن توقفنا في الخطب الماضية عن بعض أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم اليوم نواصل السير والمسير من أجل استوضاح واستبيان أخلاق الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم حتى يتسنى لنا معرفته بأخلاقه وصفاته وشمائله وحتى إن فاتنا أن نروه بعيوننا أن لا يفوتنا أن نعرفه بأخلاقه وصفاته إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه هذه شمائله مكمل الذات في خلق وفي خلق فلا تحصى فضائله معاشر المسلمين وخلق آخر من أخلاقه صلى الله عليه وسلم خلق عظيم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم يتعلق الأمر بذلك الخلق الذي من أجل تحقيقه أنزل الله الكتب وأرسل الرسل هذا الخلق العظيم بهذه المكانة أن الله جل جلاله جعل هذا الخلق هو الغاية من إنزال الكتب كلها والغاية من إرسال الرسل جميعا قال الله في محكم البيان لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لقد أرسلنا رسلنا بالبينات الله جل جلاله أرسل رسله بالبينات وأنزل الكتب والميزان من أجل ماذا؟ أن يقيم الناس بالعدل أن يقوم الناس بالقسط والعدل وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والقسط هو العدل واليوم نرى هذا الخلق في حياة الرسول عليه الصلاة والتسليم كيف تعامل النبي بهذه الصفة وكيف تمثل هذا الخلق القرآني العدل والعدل هي إعطاء كل ذي حق حقه
كل واحد مأمور بالعدل. قد يتصور البعض أن العدل مفروض وأمر لازم وواجب على القائد أو على الراعي، على الحاكم أو من يتولى أمور الناس، وهو مفهوم ضيق وقصير. وإنما كل واحد منا واجب عليه تنفيذ العدل والقسط، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء الحقوق، ذاك هو العدل. وضده هو الظلم والجور، ضده هو الظلم. وليس دائما العدل يختص بالحاكم أو الراعي، إنما يختص كل الناس. لذلك الغاية من إنزال الرسل، من إنزال الكتب وإرسال الرسل، ليتحقق العدل في هذا الكون، ليتحقق العدل بين الناس. بمعنى كل واحد مأمور بذلك، وإلا فنصوص القرآن تأمر الإنسان بذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بل ليس العدل في الأفعال فحسب، فالله أمرنا بالعدل في الأقوال، مجرد الأقوال. وإذا قلتم فاعدلوا، ذلك قول الله جل جلاله في محكم التنزيل. أي أن العدل واجب في الأفعال كما هو واجب في الأقوال، وهو إعطاء كل ذي حق حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب نموذجا في التخلق بهذا الخلق الكريم، كيف لا وقد بعثه الله ليكون إماما ونموذجا يقتدى ومثالا يحتذى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أي نموذج ومثال تقتدون به وتهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم. فكان يتعامل بالعدل مع كل الأطياف، مع المنافقين، مع اليهود، مع المشركين، مع الناس، مع أهل بيته، مع كل الطوائف. فتعالوا نتأمل في بعض الصفحات المشرقة من تاريخه صلى الله عليه وسلم. فيوم أن فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فإذا بأهل مكة الذين دخلوا إلى الإسلام أتوا بالمرأة المخزومية. امرأة مخزومية كانت ذا شرف ومكانة في قومها، قد سرقت حليا بلغ النصاب، المفروض أن يقام عليه الحد. لكن كثير من أهل مكة اليوم حديث عهد الآن بالكفر، حديث عهد بالكفر، لأنهم دخلوا الإسلام حديثا، يعني لم يتركوا الكفر إلا حديثا، إلا أيام، لم يفهموا الإسلام كثيرا. فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفعها؟ المرأة سيدة في قومها، فكيف يقطع يدها؟ قد يضحك الناس على قريش وعلى أهل مكة، سيدتهم يقطع يدها لأنها سرقت، فمن يكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفعها حتى لا يقطع يدها؟ لما؟ لأنها بمكانة، بمنزلة، غنية، ثرية، ومع ذلك سرقت. فقالوا من يكلم رسول الله، وهم يعلمون أن هذا الأمر عظيم. فقالوا أسامة بن حارث، عفوا، زيد بن حارثة، حب النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة الملقب بحب النبي، أحبه النبي وأحب الأبي، زيد يحب النبي والنبي يحب زيد، فيلقب بحب النبي. وكان هذا الرجل كان في الجاهلية يسمى بابن محمد ابن الرسول بالتبني، قبل أن يلزم تحريم التبني، قبل أن ينزل تحريم التبني. فكان يدعى، يعني قبل الإسلام، زيد بن محمد، ذلك أنه أهدي لخديجة فأعطته خديجة للنبي فتبناه النبي وأشهد على ذلك كأنه ابنه،
وكان التبني شائعا في الجاهلية، فالنبي اتخذ هذا قبل أن يكون الرسول نبيا، وكان هذا الغلام في عمره لما تبناه النبي 8 سنوات تقريبا، فتبناه النبي. لما حصلت هذه القضية قالوا من يكلمنا رسول الله؟ قالوا زيد، لمنزلته عند النبي، كأنهم يظنون أن النبي لن يرد الشفاعة في وجه هذا الرجل وهو يحبه وله مكانة خاصة. طبعا التبني بعد ذلك أنزل الله نصا فاصلا في حكم من تبناه النبي وفي حكم كل من تبناه الآخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يعني محمد صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد، لا لزيد ولا لغيره، فحينئذ يطلق على زيد بن حارثة ينسب إلى أبيه عملا بقول الله: أدعوهم لآبائهم، أدعوهم لآبائهم. الإنسان ينسب إلى أبيه وليس إلى غيره. فقالوا زيد، فذهب إليه زيد فكلمه، كلم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشفع لهذه المرأة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزيد: أو تشفع في حد من حدود الله؟ ثم بعد ذلك خطب النبي في المسلمين قاطبة فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. النبي خطب في المسلمين وقد بلغ به الغضب مبلغا، فقال لهم: إنما أهلك الله الأمم السالفة أنهم كانوا يقيمون الحد والعقوبة والجزاء على المستضعفين، وإذا وقع واحد من الأغنياء والأثرياء وذو الجاهة والسلطة في مثل ذلك لا يقام عليهم الحد. كأن هذا القانون وهذه الحدود تطبق على الطبقة المستضعفة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: هذا باب من دخل فيه خرج في الهلاك مباشرة. أي أمة تفعل مثل ذلك فهي تسير في طريق الهلاك والعياذ بالله. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، إذا سرق الغني تركوا، إذا سرق المسؤول وذو السلطة والجاه في البلد لا يطبق عليه القانون، هؤلاء لا يشملهم القانون. وإذا سرق الضعيف أو وقع منه خطأ ما أقام عليه الحد، فيجلد ويسجن ويغرم إلى آخره. وإذا سرق فيهم الضعيف تركوا. فغضب النبي فخطب في الناس. لما؟ لأنه إذا انتشرت هذه السياسة في الأمة حينئذ ضاعت الأمة وضاع مجدها، حينئذ ستضيع كل الحقوق بلا استثناء، كل الحقوق بما فيها حتى حقوق الله جل جلاله، لأن بغير العدل يستحيل أداء الحقوق، حقوق الله وحقوق عباد الله. كل الحقوق تضيع بالظلم، وكل الحقوق تقام بالعدل. لذلك للإمام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس يقول بأن الله تعالى يقيم دولة الكافر بالعدل، يعني دولة حتى الكفار تزدهر ترتقي إذا كان فيها عدل. ولو أنهم كفار ولو أنهم يحكمهم كافر، ولكن الله لا يقيم دولة المسلم بدون عدل. يعني المجتمع أن يكون كله مسلمون لكن لا يتعاملون بالعدل، فهذا المجتمع لا يمكن أن يتطور، لا يمكن أن يتقدم، لأن كفر الكافر يضره نفسه، بينما ظلم الظالم يتعداه إلى كل الكائنات وليس إلى البشر فقط.
لذلك هذا هو مبدأ العدل. فالنبي إذن لن يقبل شفاعة زيد في القضية. لما؟ لأن الإسلام جاء من أجل إحقاق الحقوق، والإسلام سوى كل الناس رعاة ورعية، رعاة ورعية على حد سواء. والقرآن الكريم لم ينزل أحكاماً وفرائض على الولاة دون غيرهم، إنما ما أوجبه الله على الفقراء أوجبه على غيرهم، على الأغنياء صلاة وزكاة وحج وغيره. كما فرض الله الجمعة والجماعة والمسجد على الطبقة الضعيفة، فرض ذلك على الأغنياء وفرض ذلك على الطبقة الحاكمة، لم يستثنى من ذلك. فهم في الشرع وفي القانون سواسية، هم سواسية. فتعالوا نتأمل في آيات أنزلها الله في محكم البيان من سورة النساء. وقبل أن أريدها أذكركم بقصتها، أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة سرق رجل من المسلمين درع قتادة بن النعمان. قتادة بن النعمان صحابي جليل، ورجل آخر يسمى طعمة ابن أبيرق، وقيل بشير بن أبيرق مع اختلاف في الاسم، هو طعمة أو بشير، منهم من أورد أن طعمة لقبه واسمه بشير بن أبو بيرق. هذا الرجل كان من المنافقين لكن لا يعلمه أحد، لأن المنافقون يصلون يحضرون مثل الناس، هو مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلي. فسرق درع هذا الرجل، كان الدرع هذا الدرع له مكانة عند قتادة وكان ثمين، وكان يخشى أن يسرق منه، فكان كل مرة يضعه في مكان قد لا يخطر في بال أحد أن يضعه فيه. ثم شاءت الأقدار أن يضعه يوما في كيس فيه دقيق. الدرع طبعا كان لباسا من حديد يلبس كالرداء على الصدر في الحروب، يلبس كالرداء على الصدر من ناحية الصدر. فوضعه قتادة في كيس فيه دقيق، فسرقه الرجل. الرجل الآن محسوب من المسلمين، فأخذه، فإذا بفسحة في الكيس ينفث منها الدقيق في الطريق، فإذا ثمت أثر للدقيق من بيت قتادة إلى بيت الرجل. لكن لما ذهب إلى بيته ظن أنه قد يأتي الناس فيفتش بيته، فذهب به إلى يهودي يسمى زيد بن السمين، فوضعه عند يهودي. فذاع المسلمون فيبحث قتادة ومعه المسلمون عن درعه الذي كان طالما كان يخشى أن يسرق منه، فإذا به الآن قد سرق منه، وسرقه مسلمون وقتادة مسلم. قتادة مسلم والرجل الآن منافق، لكن كان يحسب أنه مسلم، واحد من المسلمين. فاتبعوا أثر الدقيق إلى بيته، إلى بيت طعمة، فأقسم لهم بالله أنه ما رأى درعا وما سرق، أقسم بالله العظيم. فخرجوا فإذا بهم يرون أثر الدقيق مرة أخرى، فاتبعوه، فإذا بهم يصلون إلى بيت زيد بن السمين، فدخلوا فوجدوا عنده الدرع. الدرع الآن بيد من؟ الدرع المسروق تحت يد اليهودي. إذن كل القرائن والأدلة تدل على أن السارق ربما اليهودي، لأنه أثر الدقيق وإن مر على بيت الرجل فهو ينتهي في بيت اليهودي وهو الآن موجود. أما المسلم فقد أقسم بالله، المسلم أقسم بالله أنه ما سرق وما رأى درعا. فجاء طائفة من المنافقين مع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه، يعني يريدون
أن يوضحوا الأمر للنبي حتى يحكم على اليهود. لما؟ لأن الذي الآخر الطرف الثاني مسلم، الطرف الآخر يهودي. الآن لو حكم النبي على المسلم قد يقول اليهود وغيرهم المسلمون يسرقون، أو المسلم يسرق لأخيه إلى آخره، فجاء ثلة من المنافقين. لأن النص القرآن يوضح فيما بعد أن الذين جاءوا مع الرجل من المسلمين ما هم إلا ثلة من المنافقين، ثلة من المنافقين، وذلك سأورده في نص القرآن واضح. فجاءوا إليه، والنبي انطلاقا من الوقائع التي عرضت عليه أنهم اتبعوا أثر الدقيق إلى بيت اليهودي ووجدوا الدرع عنده، هذا يعني أنه هو السارق. فكان ربما ليحكم النبي على اليهودي، لأن النبي ما هو إلا بشر، وكان يقول في حديث إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم ألحن من بعض. يعني النبي يحكم في قضايا بشر، يعني ينظر في الوقائع التي أمامه. وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم ألحن، يعني قد يكون واحد هو ظالم لكن يستطيع أن يدافع عن موقفه ويبرر ذلك، وصاحب الحق لا يملك لا بينة ولا دليلا ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. ألحن بمعنى أفصح وأبلغ، يعني الظالم يستطيع أن يدافع ويتحدث ويسهب ويقنع، وصاحب الحق لا يملك شيئا، لا يستطيع حتى أن يتحدث. فمن قطعته شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حكمت له بشيء، يعني حق ليس حقه، النبي انطلاقا من المعطيات، فإنما قطعت له قطعة من النار. يعني حتى لا يظن واحد أنه بمجرد أن يحكم لك القاضي بقطعة أرض أو بحق ليس لك فإنك ظفرت به وأن الحكم انتهى هنا، كأن القاضي حكم لك بقطعة من النار من الدنيا قبل الأخرى مضمون لك، حكم لك القاضي بها، لكن في الدنيا قد تراها عبارة عن قطعة أرضية أو شقة أو مال أو صورة من الصور الأخرى، إنما هي ماذا؟ قطعة من النار ضمنتها بهذا الحكم، لكن ليس الآن، لأن في الدنيا تراها بصورة مختلفة وفي الآخرة تراها على حقيقتها كما هي. فإنما قطعت له قطعة من النار. فالنبي هم بذلك فأنزل الله آيات. قلت لكم في البداية الإسلام هدفه إسعاد الناس، كل الناس وليس المسلمون، وهدفه إقامة العدل مع كل الناس وليس بين المسلمين دون غيرهم. فأنزل الله آيات من سورة النساء، عشرات من الآيات بدءا من الآية 105 لمن أراد أن يعود إليها ويتأمل فيها، 105 من سورة النساء. قال الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي أنزلنا عليك الكتاب يا محمد لتحكم بين الناس بما علمك الله وبما أوحاه الله إليك بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وصف القرآن ذلك المسلم الذي سرق بأنه الخائن، ولا تكن للخائنين، فجاء بصيغة الجمع لأن حكمه يتعدى الرجل، هي قصة خاصة لكن حكمها عام، أن كل من يفعل مثله فهو خائن يشمل ذلك. يقول الله للنبي لا تكن للخائنين خصيما، والخصيم بمعنى مساندا ومعينا، لأن ثلة من المنافقين طلبوا من النبي كأنه أن يجادل، بمعنى أن يدافع عن المسلم. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الصفة الأولى أطلقها الله
على من فعل تلك الواقعة؟ أنه كان خائنا، ولا تكن للخائنين أنه خائن. ثم الصفة الثانية وصفه الله بأنه خوان وآثم. لما؟ والخوان أشد وأفظع وأبلغ من الخائن، فالخائن من الفعل الثلاثي والخوان من الفعل الرباعي، كلما زاد الحرف زاد المعنى شدة وقوة. فوصفه الله بأنه خوان آثم، خوان نثيما. لما؟ لأنه لم يرتكب خطأ، لم يرتكب خطأ واحدا وإنما أخطاء. فلأنه سرق فهو خائن، ولكونه أقسم بالله أنه لم يفعل ذلك فتلك جريمة أخرى، ولأنه اتهم شخصا آخر لم يقترف من ذلك كله لا صغيرة ولا كبيرة. اتهم رجل آخر يهودي، اتهمه بالبهتان والظلم والجور، فوصفه الله بأنه خوان فيهم. إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما يستخفون من الناس إلى آخر الآيات. ثم جاء في نهايتها وهو الشاهد فيه: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. الآن نستحضر هذه الآيات، تقريبا أكثر من 10,000 في هذه الصورة نزلت في هذه القضية. المسلم لما ارتكب هذه القضية وصفه القرآن بالخوان الأثيم والخائن، واليهودي وصفه القرآن هنا بماذا؟ أو إثما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. وصف اليهودي بأنه بريء، بريء، اليهودي بريء، والرجل المسلم الآن هو المتهم وهو الخائن. لما؟ أنا قلت لكم العدل لا يهمه مسلم وغيره بقدر ما هو يهمه إحقاق العدل. الإسلام حرم الظلم، حرمه لكل الناس وليس حرمه للمسلمين وبين المسلمين وأجازه أن يمارسه على غيرهم. إنما حرم الظلم للبشرية كلها لتنعم في أمن وسلام ورخاء. لما اليهودي لم يقترف في ذلك جرما نزل القرآن فبرأ ساحته، وأنزل القرآن فأخذ صاحب الجريرة. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، يرمي به يعني واحد يعمل خطيئة، يكسب خطيئة بمعنى يعمل جرما أو خطأ أو إثما، ثم يرمي به بريئا، يتهم به آخر، يسرق فيقول هو الذي سرق، أو يقترف ذلك من نفسه ليرمي به بالبهتان على الآخرين، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فوصف الله هذا الجريمة بثلاث أوصاف: أنه البهتان، وأنه الإثم، وأنه الإثم العظيم وليس مجرد إثم، لأن فيه ماذا؟ حتى تضيع لحقوق اليهود. والرجل اتضح فيما بعد أنه من المنافقين، لأنه خرج إلى مكة للمشركين، إلى مكة عند المشركين فارتد عن الإسلام، ارتد بعد ذلك عن الإسلام، لكن في الأول كان يحسب من المسلمين، وكان الآخرون يحاولون أن يدافعوا عن القضية. فأنزل الله هذه الآيات، وأنا ذكرت لكم الذين ذهبوا معهم ما هم إلا ثلة من المنافقين، لأن الله قال في نفس الآيات: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. يعني ثلة من المنافقين يأتون بأدلة ووقائع أخرى من أجل ماذا؟ أن يحكم النبي على اليهود. والله قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم، طائفة من من؟ من المنافقين وليس من المسلمين، أن يضلوه. والنبي يحكم مثل ما ذكرنا، لو لم ينزل الوحي لحكم حسب الوقائع،
لأن الله منحه فرصة الاجتهاد في بعض الأمور. في القضاء يجتهد ويحكم بمثل ما يرى ويسمع، لكن تشريعات أحكام الدين لا يتكلم فيها إلا انطلاقا من الوحي، ما ينطق عن الهوى. لكن في أمور الاجتهاد في القضاء النبي يجتهد. إذا نزل الوحي، إذا أخطأ النبي، فإن الوحي ينزل ويصوب الخطأ، مثل ما حصل في هذه القضية. فأنزل الله هذه الآيات كلها من سورة النساء من أجل ماذا؟ من أجل إحقاق حق لليهودي، يهودي واحد، بمعنى هدف الإسلام مثل ما ذكرت هو إحقاق الحقوق. وهنا نموذج آخر نأتي به تعامل النبي مع صفوان بن أمية. بعد فتح مكة بقي صفوان على شركه، بل طلب أمان النبي فأمنه وبقي على الشرك، وكان تاجرا في الأسلحة، له كثير من الأسلحة في مكة. لما هم النبي بالخروج إلى حنين، غزوة حنين، كان المسلمون بحاجة إلى سلاح، فأرسل إلى صفوان ليمدهم بالسلاح. أرسل إلى من؟ إلى رجل من المشركين، مع أن المسلمين الآن فتحوا مكة وهم القوة، وهم يعني القوة العظيمة المسيطرة على مكة والمدينة، وكل أهل مكة أسلموا إلا القلة القليلة. فأرسل إلى صفوان، فظن صفوان أن الرسول، لأنه في موقف القوة، يريد أن يأخذ منه الأسلحة هكذا غصبا. فقال له صفوان: أغصبا أم إيجارا؟ أتريدها أن أعطيها إيجار، يعني يأخذها النبي بالمقابل ثم بعد ذلك يرجعونها إليه لأنه على الشرك، أم يريدها الآن بقوة لأنه صاحب القوة الآن والسيطرة؟ فقال له: أعارية أم غصبا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية، يعني نريدها كأمانة ثم نعيدها إليه. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهت غزوة حنين ضاع بعضها وتلف بعضها، أما الباقي فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم جمع أدرع صفوان، مع أنه من المشركين. فتم جمع ذلك، كان ربما مجموع ما ساهم به صفوان 50 تقريبا، 50 درعا. طبعا حصل ما حصل في غزوة حنين، فضاع البعض وما تم إرجاع البعض الآخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ضاع بعض أدرعتك. البعض من ذلك تعرض للضياع، منهم ما تم أخذه المشركون، ما أخذه المشركون، منهم ما تم تكسيره وتضييعه، منهم ما تم إرجاعه. إذا كنت تريد نؤدي لك، يعني سنؤدي لك الأدرع التي ضاعت والتي تلفت والتي أخذها أيضا الجيش العدو في المعركة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الرجل من المشركين وهو الآن في موقف ضعف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ترد إليه الأدرع التي بقيت صحيحة وأن يؤدى ما ضاع من أدرعه. هذا يعني أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بحقوق الآخرين وإن كانوا على ملة غير ملتنا، وهذا على الشرك وليس حتى على اليهودية والنصرانية. لذلك كثير من الناس يسألونني دائما: هل يجوز أخذ أموال الناس الآخرين، أموال الكفار بالغش والحيالة، أنا أستعمل هذه الطريقة أو تلك من أجل الحصول على مبالغ من المال أو من أجل الاستفادة من امتيازات أخرى؟ لأن كثيرا من الدعاة والعلماء يظنون أن أموال الكفار تجوز للمسلمين، وهذا فهم سقيم وخطأ فاحش. كثير من الدعاة الآن أسمعهم بذلك، قد يتحدث عن الحرام ولما تخبره أن الطرف الثاني هو كافر أو يهودي أو نصراني يقول لك: أموالهم هي غنيمة للمسلمين. بأي وجه؟
وأنا سمعت عشرات من المحاضرات في هذه الفحشاء، لأن لا أقولها مواعظ. لذلك النبي أمر بتأدية ذلك، فقال له صفيان: لا يا رسول الله، يعني لا أريد أن تؤدي ما ضاع، لأن في قلبي ما لم يكن فيه وقتها، يعني في قلبي الآن شيء لم يكن في بالي لما أعطيت لكم الدروع بالمقابل أو بالإيجار. وهو في قلبه ماذا؟ أن يدخل إلى الإسلام. في قلبه أن يدخل الإسلام. قال: لا أريد أداء ما ضاع، لأن في قلبي ما لم يكن فيه وقتها لما أعطى الدروع، أما الآن فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشاهد فيه ذلك لكثير ممن يسأل أن أموال الكفار، أياً كان الكفار، يهود، نصارى، مجوس، مشركون، ملحدون، لا دينيون، أموالهم مثل أموال المسلمين. حتى الله لما تحدث لم يذكر أموال المسلمين، وإنما ذكر أموال الناس. لتأكلوا أموال المسلمين، لا، لتأكلوا أموال الناس بالباطل، أموال الناس، أياً كان الناس. إذن فأموال الناس، أموال الكفار أياً كانوا، مثل أموال المسلمين حرمة، ودماؤهم مثل دماء المسلمين حرمة، لا يجوز سفكها إلا بحق. فكما يجوز سفك دم مسلم بحق، بحد أو حق منصوص عليه في القرآن، لا يجوز سفك دم كافر ولا ملحد ولا ديني إلا به. فحرمة دمه وحرمة ماله وعرضه سيان. حتى في خطبة حجة الوداع النبي قال: أيها الناس، ولم يقل أيها المؤمنون، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. دماء الناس، أعراض الناس، أموال الناس، وليس أموال المسلمين، حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. هذا في خطبة حجة الوداع، ولم يقل حتى في ندائه: أيها المسلمون أو أيها المؤمنون. لذلك أريد هذه القصة، لأن كثيرا ما أسمع هذه القضية، كل غش، كل خديعة تستعمل مع الناس الآخرين في الإدارات، في المؤسسات، لتستفيد من حق غير حقك فهو حرام، كأنك تفعل ذلك مع مسلم، لا فرق بين مسلم وكافر. وأنا ذكرت لكم هذه القصة، وأريدكم نموذجا آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في 130 رجلا، 130 رجلا، ثم وصل بهم الجوع مبلغا وهم في الصحراء، فيسأل النبي الصحابة: هل من عنده منكم طعام؟ هم مضطرون الآن يبحثون. فأتى الرجل بشيء من الدقيق، شيء يسير، فإذا بواحد من المشركين يمر بغنم عليهم، راعي من المشركين، والمسلمون بلغ بهم الجهد مبلغا وبلغ بهم الجوع في صحراء قاحلة، ويسأل النبي: أثمة من عنده طعام؟ فيمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين: هل بيع أم شراء أم هبة؟ يعني هذا الغنم هل هو تقوده للبيع أم اشتريته أم تريده هبة أو ماذا؟ فقال له: للبيع، يعني هذا الغنم أبيعها. فقال له: بيع لنا شاة. فباع له المشرك شاة فأدى له النبي الثمن فذبحها، ثم أمر في حديث طويل فيه أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يشوى أو أن يشوى بطنها إلى آخره. الشاهد فيه أن النبي وإن بلغ بهم الجوع مبلغا، وهم 130 رجلا وراعي مشرك، لو يجوز، لو كان أموال الكفار غنيمة للمسلمين لأخذوا غنم القوم، لأخذوا غنم الرجل كله، لأكلوها بدون مقابل.
وربما قد نقول بأنهم مضطرون في صحراء ولم يجدوا طعاما، لكن الإسلام دين المبادئ والقيم والأخلاق التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول، القيم والأخلاق. ولكم قصة أخرى طريفة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما كان خليفة المسلمين أمير المؤمنين. سرق درعه مرة أخرى، ودرعه سرقه هذه المرة يهودي وهو أمير المؤمنين. فبحث علي عن درعه فوجده عند يهودي يبيعه، يعني يريد أن يبيعه في السوق، فأخذه أمير المؤمنين. الإسلام دولة المؤسسات ودولة القانون والحق. الإسلام وجد اليهودي يبيع الدرع فقال له علي هذا درعي، فيقول له اليهودي درعي أنا أريد أن أبيعها. فأخذه علي إلى قاضي المسلمين أمير المؤمنين مع قاضي من المسلمين مع يهودي، فذهب باليهودي إلى شريح. شريح هذا من كبار التابعين وليس من الصحابة، لما أسلم قبل موت النبي بخمس سنوات في حضر موت، ولكن لا يسمى صحابيا لأنه لم يرى النبي قبل. هو أسلم في حضر موت في اليمن، وكان في نيته أن يأتي إلى المدينة ليرى النبي، ثم شاءت الأقدار أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتقي به الرجل. لذلك لا نذكر الصحابي، وإن عاش زمن النبي، هو عاش زمن النبي وعاش أيضا زمن الخلفاء الراشدين جميعا، ومات في عمره حوالي 108 سنوات. الشاهد فيه علي ذهب مع اليهودي إلى قاضي المسلمين، فقال قاضي المسلمين لعلي هل عندك بينة، لأن الدرع الآن بحوزة اليهودي وعلي يدعي أنه درعه. فقال له هل عندك بينة؟ قال له لا. علي لا يملك أي بينة، لا وثيقة لا شيء آخر. فقال هل ثمة شهود، يعني هل عندك شهود وهو أمير المؤمنين. في ذلك الوقت كان الإسلام بأخلاقه وتجلياته، لم يكن هناك شهود الزور أمام المحاكم وأمام القضاء. هل عندك شهود؟ يعني تصور أمير المؤمنين سيبحث عن شهود من الرعية ليشهد له في القضية. لو أن رئيس مقاطعة في بلدنا يحتاج الشهود لا شهد له كل المقاطعة، كل البلد، رئيس مقاطعة ورئيس دولة الآن في زماننا. هذا أمير المؤمنين قال عندي شهادة ابن الحسين، الحسين بن علي. فيقول له القاضي شهادة ابنك وحده لا تجوز، شهادة الابن للأب لا تجوز، نحتاج إلى شهود آخر. فيقول له لا أملك شهود أخرى، يعني ليس هناك شهود. فحكم القاضي بالدرع لليهودي بالملكية لأنه الذي يملكه الآن، علي يدعي لكن الدرع في يد اليهودي. فتعجب اليهودي فقال أمير المؤمنين يقاضيني عند قاضيه، يعني قاضي من؟ قاضي خليفة المسلمين هو الذي عينه، فيقضي عليه بمعنى يحكم عليه فيرضى. لأنه لما قال هذا الكلام لعلي خرج علي وقال أصاب، نعم ليس عندي شهود، وشهادة ابني شرعا لا تجوز، شهادة